احنا هنا غرفه صناعه الحبوب، احدى غرف اتحاد الصناعات المصريه، من الغرف الاساسيه، وهي كما تسمى الذراع الطولة للسيد الدكتور وزير التموين وللدوله في توفير مستلزمات المواطن الاساسيه من رغيف عيش وسلع زي المكرونه والارز. الغرفه هي احدى الغرف الصناعيه، ينتم اليها جميع العاملين في قطاع صناعه الحبوب، ابتداء من المطاحن بشعبتيها، المطاحن ال 72 او الدقيق الفاخر، ومطاحن ال 82 الخاص بالخبز، وقطاع المكرونه، قطاع ضرب الارز، قطاع النشا والخميره، قطاع الصوامع، وكلها شعب تضوي تحت منها الصناعات المنتميه لصناعه الحبوب. تشكل غرفه في تعدادها حوالي 33 ألف عضو، وهي من أكبر الغرف باتحاد الصناعات المصرية. بتعتمد الدولة على هذه الغرفة وعلى هذه القطاعات بصفة إن هذه السلع اللي بتمثلها الغرفة هي سلع أساسية، وزي ما بيقولوا المادة الملأة للمعدة المصرية، سواء كان رز أو مكرونة أو عيش، وكلها أساسيات وضروريات. عندنا جميع الصناعات الخاصة بالخبز، سواء كان شامي أو بلدي أو مدعم أو 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 أو. الغرفة بتخدم كل هذه القطاعات، بتخدم أيضا صناعة ضرب الرز، بتخدم صناعة المكرونة. وبخصوص المكرونة، يمكن الغرفة قدمت مبادرة لوزارة التموين في أنها تدخل المكرونة كسلعة بديلة حتى تخفف الضغط على الطلب على الأرز، وبالتالي لابد أن احنا نعود المواطن على دخول نمط استهلاكي جديد يحاول أن يعوض عنه الرز. والحمد لله نجحت التجربة، وكانت هناك مبادرة من الغرفة لوزارة التموين بإدخال سلعة المكرونة كإحدى السلع الموضوعة على بطاقة التموين بسعر مخفض وبجودة عالية، على أن يتم اختيار المنشآت ذات الجودة العالية والأسماء اللامعة في السوق واللي بيطلبها المستهلك وبيدور عليها. واتفقنا ان تكون هذه الشركات هي الموفرة لسلعة المكرونة، عشان نضمن وصول المكرونة كسلعة للمستهلك على افضل واحسن ما يكون، ومن الاصناف اللي بيطلبها المستهلك. مش عايز اقول اسماء شركات، ولكن كل الشركات المرغوبة في السوق واللي الناس بتتداولها تم إدخالها مع المنظومة، على أساس إن احنا نوفر للمستهلك نص كيلو 500 جرام بسعر أقل مما يحصل عليه المستهلك في العبوات الأخرى، 350 جرام، نص كيلو بأقل من سعر 350 جرام. هذه المبادرة أدت إلى سحب كتير من المستهلكين، وفي النية إن شاء الله بإذن الله إن احنا ندخل مبادرات جديدة على سلعة المكرونة كنوع من إغراء المستهلك على الإقبال عليها دون الأرز، حتى نخفف الضغط الواقع حاليا على سلعة الأرز. نحن نعمل بجد ونحاول توفير
هذه السلعة على مستوى الجمهورية في جميع المخازن، ووصل الاستهلاك في وقت من الأوقات إلى 20,000 طن. طلب معالي وزير التموين أن يتم رفعها إلى 30,000 طن، وما زلنا بنحاول إن احنا ندخل مساهمات جديدة. الغرفة بتمد الوزارة بسلعة الأرز بالخبز، وطبعا الخبز والطحن والكلام ده هيتكلم عنه زميلي في الغرفة عن هذا القطاع والمسؤول عن هذا القطاع، ولكن أنا أردت إن أنا أدي نبذة كاملة عن نشاط حضرتك. بنورد المكرونة وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح من 20 لـ25%. المكرونة متوفرة في مخازن التموين في عموم الجمهورية بأسعار منافسة وجودة عالية جدا. احنا بنحرص دائما ان احنا بنبتكر طرق مختلفة وجديدة في الترويج للمكرونة. احنا دورنا هنا في اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الحبوب المصرية ان احنا بنحاول بقدر الامكان نقدر نوجد السبل والوسائل اللي نقدر نورد بيها المكرونة بالكيفية والجودة اللي تليق بالمواطن المصري. المكرونة طبعا بيتم تصنيعها من دي الفاخر خرج 72% وفقا لأعلى معايير الجودة الموجودة في مصر. الغرفة بتضم مطاحن 82 ومطاحن 72، قلنا مطاحن 82 اللي هي بتنتج الدقيق البلدي، ومطاحن 72 اللي هي بتنتج الدقيق الفاخر، ودي بتتعامل في السوق الحر، لكن مطاحن 82 بتتعامل مع وزارة التموين لإنتاج الدقيق اللازم لصناعة الخبز المدعم. احنا بنطحن في السنة حوالي 9,800,000 طن تقريبا خمسة في السنة، دول بيطحنوهم مطاحن قطاع أعمال ومطاحن قطاع خاص. مطاحن قطاع الخاص حوالي 76 مطحن منتشرين على يعني مغطيين محافظات الجمهورية كلها، وفي مطاحن قطاع الأعمال حوالي 80 مطحن برضو بالتوازي مع مطاحن قطاع الأعمال، وبيغطي مناطق يعني في تنسيق بين إنشاء مطاحن قطاع خاص ومطاحن قطاع أعمال بحيث إن هم يغطوا الجمهورية كلها في حاجتها للدقيق البلدي المدعم. القمح اللي بنستخدمه ده في جزء منه قمح محلي وجزء قمح مستورد. القمح المحلي ده زراعة محلية طبعا، وده بيكون حوالي من 3,000,000 طن إلى 3,500,000 سنويا من الكميات المستخدمة في السنة كلها حوالي 9 سنة، والدولة بتستورد الكمية الباقية وهي حوالي 6,500,000 تقريبا، 6,500,000 طن بتستوردهم من عدة مناشئ على مستوى العالم زي روسيا وأمريكا وفرنسا وأوكرانيا، في عدة دول كتيرة بنستورد منها قمح طبقا للمواصفات القياسية المصرية. والقمح ده في لجان بتستلمه في المواني لازم يكون مطابق للمواصفات، ولا يتم الافراج عنه الا اذا كان مطابق للمواصفات المصريه. بيتم طحن هذا الاقماح في 156 مطحن اللي قلنا عليهم قطاع عام وقطاع خاص، ده مقابل اجره الطحن. والمطاحن دي طبعا كانت لغايه القرن الماضي او لغايه سنه 2002 تقريبا حوالي 90% منها مطاحن حجاره. الحجارة اللي هي يعني كانت عبارة عن موديل قديم شوية من المطاحن، وكان الفكرة بتاعتها بتدور على أساس زي نظام الرحايا اللي كنا بنستخدمها زمان، بس كان يعني حاجة بتستخدم فيها الكهرباء، إلا أنه بابتداء من 98 أصدرت وزارة التموين قرارات وزارية بتحويل جميع مطاحن الحجارة إلى مطاحن سلندرات، ودت المطاحن مهلة للتطوير حتى 31/12/2002، وتم هذا فعلا بنسبة 100%. تم تطوير المطاحن القديمة وإنشاء مطاحن حديثة كمان بجانب المطاحن القديمة،
ولا يتم انشاء مطاحن بالطراز القديم حاليا خالص. من سنه 2000 او اخر حاجه كان 98 ما تمش انشاء اي مطاحن وفقا للنظام القديم اللي كان معمول بيه، وده طبعا طور في اداء المطاحن كتير جدا جدا، وقلل الفائد، وحسن المنتج بدرجه كبيره جدا جدا. الدقيق النهارده المنتج من مطاحن السلندرات يعتبر دقيق ذو جوده عاليه مطابق للمواصفات بنسبه كبيره جدا، عكس اللي كان بيحصل في الماضي. النهارده المطاحن بتعمل وفقا لاحدث الاساليب من الطحن، واستخدام المعامل، واستخدام التكنولوجيا، واستخدام اساليب الخلط سواء في القمح او في المنتج، بحيث انه يكون المنتج متجانس ومطابق للمواصفات والعينات بتاعته وتطلع سليمه كلها ان شاء الله يعني. المطاحن كمان بتستخدم اجهزه غربله عاليه الجوده عشان تنقي القمح من اي شوائب او اي اتربه او اي مواد علقه بيه نتيجه اختلاطه باي شيء، سواء في اثناء التخزين او في اثناء النقل او في اثناء التفريغ او اي شيء من هذا. ومعالجة فنية كويسة جدا جدا عشان في الآخر تطلع منتج كويس مطابق المواصفات يحوز على رضا أصحاب المخابز ورضا المواطن أصلا في شكل الرغيف المنتج لهذا المواطن. يعني احنا بننتج في اليوم حوالي 280 مليون رغيف تقريبا. ال 280 مليون رغيف دول يعني بواقع 3 رغيفة لكل مواطن، يعني من 270 إلى 280 بيكفوا المواطنين تقريبا كلهم. وبحيث ان يعني حتى لو هو المواطن مخصص له 5 رغيفة في البطاقه، لكن الاستهلاك الفعلي تقريبا حوالي 3، وبيتم تعويض المواطن بما يقابل الرغيفين دول سلع غذائيه وفقا لما هو للي نازل يعني على بطاقه التموين. ال 280 270 280 مليون رغيف دول بيعملوا حوالي 100 مليار رغيف في السنه، وهم دول انتاج كميه القمح اللي احنا بنطحنها اللي هي 9.7 او 9.8 مليون طن. وبنرجو ان شاء الله ان يكون الرغيف حايز على رضا المواطن ان شاء الله من حيث الجوده والسلامه. طبعا العمليات الانتاجيه للقمح وللدقيق في الفتره اللي فاتت يعني او على مدار الزمن يعني طبعا ما بتتمش كلها بسلاسه ويسر زي ما احنا فاهمين او زي ما احنا متوقعين. طبعا بتقابلنا مشاكل كثيره جدا في النقل، وفي احيانا في نظافه الاقماح، واحيانا في بعض المشاكل في التخزين. وطبعا الرده احيانا بتعوقنا انتاج النخاله الناعمه والخشن، احيانا الكميات المنتجه بتعوق حركه العمل بالمطاحن نتيجه تكدس النخاله ونتيجه انخفاض اسعار السوق عن الاسعار اللي بتحددها وزاره التموين، وده احيانا بيعطل الشغل شويه وبيسبب بعض المشاكل للمطاحن يعني سواء قطاع اعمال او قطاع خاص. ولكن بنحاول دايما ان احنا نتغلب على هذه المشاكل بالتواصل مع وزاره التموين والمسؤولين فيها، وبنحاول نحل دايما المشاكل اولا باول يعني. تقوم الغرفه في الوقت الحالي ممثله في مجلس ادارتها بالتعاون مع وزاره التموين في كل مناحي السلع اللي احنا بننتجها، وبيتم التنسيق بيننا وبين وزاره التموين في كل القطاعات. مكتب الدكتور علي بن صالحي مفتوح لنا بعقل وفكر جديد، يسمع لآرائنا، يأخذ بمبادرتنا، وكان الدخول لمبادرة سلعة المكرونة بدعم من سيادته شخصيا في محاولة لتخفيف الحمل عن الأرض، واستمرت الحملة والحمد لله ما زلنا بنحقق معدل عالي في التوريد، وما زلنا بنوفر المكرونة للناس بسعر مناسب. الغرفة كمان بتعمل في قطاعات أخرى، قطاعات مساعدة وصناعات أخرى مساعدة مثل صناعة التخزين. فنحن نملك شبكة كبيرة من الصوامع والمخازن المعدنية التي تقوم بالحفاظ على محصول القمح المحلي
والقمح المستورد اللي بيجي عشان رغيف الخبز. في كل هذه الأحوال عندنا كمان النشا والخميرة والجلوكوز، وهي إحدى الصناعات المنتمية للغرفة، وتقوم بتوفير صناعة الخميرة وصناعة النشا وصناعة الجلوكوز للصناعات المهتمة بها.